مرحبا بكم في هذا الدرس. سنتعرف على كيفية تحليل معطيات البوست. فهنا قمنا فقط بغلق الكونيكسيون مع كتابة بوست is okay. نقوم بخلق دالة نسميها بارس بوست ونمرر لهذه الدالة request و وكال باك. أهم شيء في هذه الدالة هو حدث الـ on data، الـ request on data، حيث أن المعلومات تصل عبر الشبكة على شكل قطع صغيرة يتم جمعها في الأخير عند الانتهاء لتكوين معطيات البوست. هنا داتا var t، سأقوم بجمع المعطيات في variable t داتا، وعند الانتهاء request on end، أي عندما يغلق client الكونيكسيون من جهته فإن الخادم يستقبل request on end ويقوم بالنداء على دالة النداء وتمرير المعطيات. هنا وجب حذف هذه الدالة والقيام ب parse post request function data. في بادئ الأمر نقوم فقط ب كونسول لوج داتا، كيرل إيز فاست HTTP لوكال هوست 8080، ودي مثلا الاسم محمد وعمر 27. كما ترون هنا في جهة الخادم فقد استقبل المعلومات. هنا نفترض أن المعلومات التي يرسلها الكلاينت فهي صحيحة، فإن بروتوكول الـ HTTP لا يقوم بعملية الفاليداسيون لمعطيات المرسلة، فأنتم من وجب عليكم التأكد من أن المعطيات التي يرسلها الكلاينت صحيحة. هنا كما ترون النيم محمد والآج 27. نستطيع تسجيل هذه المعطيات في لائحة، مثلا var list var ps require query string. نقوم بعملية البارس للداتا لتحويل الكويري سترينج إلى أوبجي نسميه parsed data ps.parse data. وأفترض أن المعلومات المرسلة فهي تخضع لشكل الكويري سترينج كما هو الحال هنا. نقوم بتفقد هذه المعطيات قبل القيام بالعملية الموالية. يقول لي require، ما هذا الخطأ؟ نسيت حرف R. كما ترون لقد قام بتحويل الكويري سترينج إلى أوبجي. في هذه المرحلة نستطيع تسجيل المعطيات المرسلة داخل ليست بوش بارسد داتا، أي في كل مرة سنرسل معطيات سيتم تسجيلها بالليست.
قد يكون من الجميل إضافة، أسميها مثلا api/json، تستخرج كل تلك القيم من اللائحة وتكتبها إلى الكلاينت، مثلا status OK و message list، ونقوم ب resend، نقوم بالكتابة والإغلاق مع تحويل الجيسون من object إلى chain de caractères باستخدام json stringify. هنا قوم بإعادة تشغيل الخادم، وجب القيام ب var message status OK message data synced. json stringify message لكي يستقبل الكلاينت أيضا رسالة تدل على حالة العملية، مثلا هنا يكتب مساج data synced 27 مثلا 25، شخص آخر إسماعيل، ونستطيع استخلاص هذه المعلومات عن طريق URL API جيسون باستخدام الجيت. كما ترون سيكون الأمر أوضح باستخدام أحد تطبيقات الكروم المسمى ببوستمان. هذه أشياء كنت أجربها. api/json كما ترون لقد استقبل لائحة المعطيات، مثلا 24، شخص آخر مثلا عاصمة. هنا نستطيع استخلاص الشخص الجديد. كما ترون لقد قمنا بخلق خادم بسيط يقوم بإدخال وإخراج المعطيات على شكل جيسون. تستطيعون استبدال الليست بقاعدة بيانات المفضلة لديكم، وكان هذا هو الهدف من هذا الدرس، وشكراً.